السلام عليكم، انا احمد مدحت من فورم فور يو. مؤتمر سامسونج كان يوم الاحد اللي فات، بس لو ما شفتش المؤتمر او كنت مشغول فتعالى هنا اقول لك ايه اللي حصل في المؤتمر. المؤتمر بدأ بكلام رئيس قسم الهواتف الجديد اسمه دي جي كو. قعد يتكلم شويه عن نفسه وازاي ان هو يستحق المكانه دي، وازاي ان هو ما كانش يتخيل من 30 سنه لما جه سامسونج انه هيوصل للمكانه دي. وبعد كده اتكلم عن الشركه وازاي هي رائده وازاي هي بتعمل اختراعات كبيره والكلام اللي بتقوله كل شركه في المؤتمرات بتاعتها. وبعد كده طلب من الحضور انهم يلبسوا نظاره الجير في ار واللي كانت قدام كل واحد. وتم الاعلان عن الجالكسي اس 7 والاس 7 ايدج فيديو 3 دي من خلال النظاره، وده اللي كان مبهر جدا لكل الناس اللي كانت حاضره في المؤتمر. وده مؤشر كمان بيقول ان سامسونج هتاخد موضوع الواقع الافتراضي بجديه وهتتقدم فيه. بعد كل ده دخل علينا شخص مش عارف اسمه الحقيقه، لكن هو بيظهر دايما في كل المؤتمرات ويكلمنا عن مميزات الموبايلات. اتكلم ان سامسونج ابدعت في الاس 6 والاس 6 ايدج، وانها هتاخد الاس 7 والاس 7 ايدج خطوه ابعد. وابتدى يكلمنا عن مميزات الموبايل، وهي تصميم محسن عن اللي فات، حواف منحنيه عشان تمسك الموبايل بشكل احسن، موبايل اصغر في الحجم وانحف واسهل في المسك، بنفس حجم الشاشه اللي هو 5.1 الاس 7 و5.5 الاس 7 ايدج. كمان الكاميرا بقت زي التسريبات، مش بارزه قوي. وبعدين نقل الكلام عن الكاميرا واللي حصل فيها تحسينات كبيره قوي. الكاميرا بقت 12 ميجا بكسل، قلت بقت زي الايفون يعني، لكن فتحه العدسه بقت f1.7، ودي اكبر فتحه عدسه موجوده في موبايل مقارنه بالاس 6 اللي كان f1.9. ده تطور كبير جدا. كان تركيز سامسونج في الكاميرا انها تعمل كاميرا بتصور بالليل احسن. الراجل بيقول ان كل الكاميرات حلوه الصبح، لكن بتيجي بالليل وتقلب بط بلدي. طبعا هو ما قالش كده، لكن بما معناه كمان الكاميرا بقت بكسلات اكبر، يعني عدد الميجا بكسل قل لكن البكسل الواحده كبرت، برضه بقت زي الايفون. ودايما كانوا بيقارنوا الموبايل او الكاميرا بتاعت الموبايل بالايفون 6 اس بلس، وده كان المقياس بتاعه، وبيقولوا ان الكاميرا دي بتلقط في الضوء القليل احسن من الايفون 6 اس بلس. كمان في تقنيه جديده اسمها الدول بيكسل، ودي بتخلي الكاميرا تشوف الحاجه زي ما انت عينيك بتشوفها بالظبط، ودي بتسرع فوكس برضه. الفوكس اسرع بكتير من الايفون 6 اس بلس حسب الشركه بتقول، بالذات في الليل. مش بس كده، عملوا حاجه اسمها البانوراما مود، دي معروفه طبعا، لكن خلوها بتتحرك او زي فيديو. اتكلم بعد كده عن تقنيه اسمها اولويز اون ديسبلاي، ودي اللي اعلنت عنها ال جي في نفس اليوم الصبح. اتكلم عنها على انها حاجه رهيبه قوي، مع انها اصلا موجوده في نوكيا من زمان، من ايام سيمبيان من 2010 وقبلها كمان، وكمان لسه دلوقتي موجوده من زمان جدا في الويندوز فون وباسم جلانس سكرين. لكن عموما اتكلم على انها ميزه موجوده في السامسونج، وهي برضه ان اعلنت عنها ال جي في بنفس الاسم في نفس اليوم. وبعد كده نقل الكلام عن الاداء، وقال ان معالج الجالكسي اس 7 اقوى ب 30% من الاس 6، ومعالج الرسوميات اقوى ب 63%. المعالج ده بالمناسبه هو السناب دراجون 820، وده يورينا قد ايه السناب دراجون ده كان قوي، وان فعلا معماريه كرايو قويه جدا، اقوى من كورتكس اي 72، مش زي التسريبات اللي ظهرت قبل كده وقالت لنا ان معماريه الكرايو هتكون ضعيفه. ومع المعالج ده في نظام تبريد بالانابيب عشان الموبايل ما يسخنش. الحقيقه ان ده شيء مش مباشر، لان لو في نظام تبريد بالانابيب ده معناه ان المعالج بيسخن، لكن عموما هنشوف. وطبعا بعد طلبات كتير من الناس، وبعد ما الناس زعلت من سامسونج انها شالت فتحه الميموري، اخيرا رجعت سامسونج فتحه الميموري. الموبايل كمان ضد الميه ضد الغبار IP68، ده المعيار، يعني يقعد 30 دقيقه في عمق متر ونص. طبعا سامسونج كل شويه تلعب، تشيلها في اس 6 ترجعها في اس 7 وتكون موجوده في اس 5 يعني عشان يجددها. وقعد يتكلم ان ده موبايل مخصص للالعاب، وازاي عاملين خاصيه بتخليك تتحكم ان مفيش حاجه تزعجك وانت بتلعب، ولا مكالمات ولا تنبيهات ولا رسائل ولا الكلام ده كله، وان الخاصيه دي برضه بتخليك تصور الشاشه وانت بتلعب عشان تعمل جيم بلاي. واتكلم انهم هيدوك هديه مع الموبايل 200 دولار جوه الالعاب الخاصه بشركه ايبك جيمز. وبعد كده دخل رئيس شركه ايبك جيمز دي قعد يهري شويه ان الجالكسي اس 7 موبايل جامد جدا، وان الالعاب عليه جامده جدا، وانه بيستخدم تقنيه جديده اسمها فولكن، دي زي الاوبن جي ال، وان التقنيه دي اسرع 4 مرات، وكلام كتير عن الالعاب. خلصنا كلامنا عن الالعاب، ودلوقتي ننتقل للبطاريه اللي بقت 3000 ملي امبير في الاس 7 و3600 في الاس 7 اتش. ده سامسونج بيستخدم تقنيه بتقول عليها انها علت الملي امبير في مساحه اصغر. عموما لسه هنشوف ادائها عامل ازاي.
واخيرا خلص رغي على الموبايل وبداوا يكلمونا عن خدمات سامسونج بالذات الفي ار، وازاي ان الفي ار جامد جدا وهو المستقبل، وازاي ان سامسونج رائده في مجال الفي ار. قالوا لو هطلب اس 7 في بعض البلاد اوروبا ومواد تانيه هاخد الجير في ار هديه. بعدين اعلنوا عن كاميرا جديده زي اللي اعلنت عنها ال جي في نفس اليوم الصبح وهي بتصور 360 درجه. وبعدين دخل عمو مارك زوكربيرج بتاع فيسبوك باعتباره رئيس فيسبوك اللي بتملك شركه اوكيوليس، واوكيوليس هي اللي عامله سوفت وير الجير في ار. اتكلم عن ازاي سامسونج جامده قوي في المجال ده، وازاي ان اوكيوليس هي احسن منصه في ار، وقال ان في العاب كتير جايه في الطريق، وقعد يحكي شويه عن ازاي فيسبوك احسن منصه فيديوهات 360 درجه، وانه شغالين على تطبيقات في ار لانها المستقبل وهو شايف انها اكثر اجتماعيه. من ضمن الالعاب اللي هتيجي للاوكيوليس هي ماينكرافت. يعني مايكروسوفت تجيب لكم ماينكرافت؟ طب رد جميل وادي لهم تطبيقات عدله. طيب والله مايكروسوفت هتفضل تدي تدي كده مش هتاخد خالص. وبس خلص مارك وطلع عم دي جي تاني، وقعد يحكي شويه عن الشركه وسامسونج وازاي سامسونج حلوه وشركاء سامسونج، وبعد كده خلصوا المؤتمر. المؤتمر كان فيه رغي كتير قوي ملوش اي ستيل لازمه، كان ممل في اغلبه عكس مؤتمر ال جي اللي كان في نفس اليوم الصبح واللي كان مجسف قصير ما فيهوش هري كتير، وكان بيكلمنا عن المميزات بدون اي هري، وكان فعلا مؤتمر تستمتع وانت تتفرج عليه. كان الموبايلات الجديده تعتبر تحسينات وحل مشاكل واصلاح اخطاء عن للاس 6. ده مش حاجه وحشه، دي ممتازه لان اصلا الاس 6 كان ممتاز، لكن دايما بنحب نشوف حاجه جديده مع كل موبايل، وده اللي ما كانش موجود. تقريبا مفيش اي جديد غير تحسينات. طبعا زي ما قلنا دي حاجه حلوه مش وحشه، لكن ما فيهاش الانبهار اللي احنا عايزينه. وبس ده كان ملخص طويل شويه، بس معلش هم اللي راجعين مش احنا. نشوفكم في حلقات ثانيه، قول لنا رايكم في الموبايل والمؤتمر، وقال لي ما تنساش اللايك مهم قوي. اللايك مش هيخسرك اي حاجه بس هيساعدنا احنا، هو مش هيساعدنا مش هيدينا فلوس يعني، بس هيشجع. وشير برضه دي حاجه كويسه. ممكن بقى تتابعنا على الفيسبوك، تشوفنا على الانستجرام، وتشوفوا المدونة. وبس سلام.